وينهم عشاق الباتشا؟ اليوم جايب لكم واحد من أقدم المطاعم الموجودة اللي هو باتشة الأخلاص. أولاً تنزل الصينية المعدلة مثل ما شوفوها، سعرها 30,000 دينار. أخذها قاعدة الباتشة الهناسة اللي تعرف شلون تاكلها، وهاي النوعية ضروري يكونون موجودين وياك لأنهم راح يفلسوها تفليس مثل ما يفلسون السمك. هاي الناس مبدعة بعملها بحكم فترة كلش طويلة على نفس الشغل، بالتالي صدقوني راح يختمون كل مراحلها. الشغلة الثانية المعروفة عن الباتشة، واحدة من أثقل الأكلات العراقية، بس ما أعرف شنو الطريقة اللي يشتغلوها في سبيل تطلع بهذا الشكل، طيبة وخفيفة. أخيرا في حال حابين تجربون، عنوان النجف شارع زين العابدين، وأهم شيء لازم تختمها بالشاي اللي يكون على الفحم. المخ هلا شوف 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 ش